دقيقة يا ابني، يعني أنت زورت شهادة؟ لا يا شهادة شو مزور؟ بس دقيقة، أنت شو مزور؟ أقسم بالله العلي العظيم علي وعلى جهالي وعلى عرضي، بنت بثاني صيدلة كلية العين، عماتها يدفع لها فلوس مال الجامعة، ابني نجح للسادس علمي، قسم بهذا كتاب الله. راتبي من 2003 لغاية 2009 استلم راتب 100,000 وحسب ما ذاكره هنا باللائحة هاي، ومن 2003 لغاية 2009 270. من طبقة سلم الرواتب الجديد بال 2009 يعطونا راتب 270 وبرقة عادية. بعد البحث والاتصال بالحسابات يلا دروا اكو اسم ثاني شبيه، اضمارتي بال 2009 رئيس حرفيين اقدم، فقالوا قدم علينا شكوى، قلت لاخويا ما اقدم عليكم شكوى. قلت خطية. فحولنا على الدوام الجزئي. صدر الامر بال 2009 يقول تم تعديل درجتك بال 2005 وانا اخذ راتب 100,000. هذا حسب ما ذاكره بالمقاطع الفيديو اللي زودت المحكمه بها. فشكوا كلمه كاتبها وشكوا مقطع فيديو بالاوليات وبالمقاطع اني صادق به قسما بكتاب الله. فخلوني مسكن من 2009 لغايه 2012 على راتب 270، سووا لي سحبيه بال 2012، قابلت حسين بالقانونيه قال قدم شكوى على الاداريه، سحب اليد 60 يوم، سووا 3 اشهر ولا سحب اليد، تعدل راتبي على الشهاده الابتدائيه اصبح 550، اكو اعداديه 270 تجي الابتدائيه تصير 550، خذوا لهم سنه ونص نزلوا راتبي الى ميم حرف. اشتكيت عليهم عدل وزير الدراجي واشتكيت عليهم عدل وزير طارق الخيقاني، فطارق الخيقاني كتب بامكان الممولي اللجوء للقضاء. فمن رحت للقضاء خليت المحامي قسم بالله العظيم قال والله الا اجيبهم هذول الاكلهم، اول جلسه حضرتها قال اول ما نادون باسمك لا تجاوب. فخذها لي 5 اشهر اول ما نادون بالجلسه تؤجل الجلسه. سنه كامله ما استدعوا خصمي. ورا 5 اشهر خليت فقال لها بجلسه واحده اكسبها، فمن خليتها قال لها بس اسكت احنا حتى رواتبك نرجعها. صلاح شلونك؟ الله يسلمك استاذ نبيل، شلونك؟ الله يحفظك. انت وين تشتغل صلاح؟ انا والله شلون عاصم عن العمل، مرات اشتغل هاي اشد بيبان. انت تحكي لي على قصه برواتبك بابا. استاذ انا موظف بوزاره الاسكان والعمار. شو؟ الاتصال الهندسيه. انت بوزاره؟ ايش وقت تعينت؟ 1994 عندي مقال في القانون، فكنت 19-22 سنة. اي بالاستاذ من 2003 لغاية 2009 سنة راتب 100,000 على الفئات، شلون مثلا النتيجة صار يواصل انا من يوم، فقسم بالقران استاذ راتب من 2003 لغاية 2009 100,000. بس دقيقة بابا على الشهادة. بس دقيقة خليك وياي. انت بتعينت بال 94 بال 2003 ورا ال 2003 رجعت موظف عادي تداوم، ليش راتبك صار ليش راتبك 100,000 يختلف عن اقرانك؟ استاذ انت هو كلها استاذ احنا تعرفنا كلها شركه اتصال هندسي كلها 10,000 100,000 من 2003 لغايه 2009 على ما طبق سلم الرواتب الجديد. من طبق سلم الرواتب الجديد استاذ عندكم خطا اداري، دارت صفات الجوازات مالت الناصرية يعطونا راتب 270 برضه عادية، فرحت لبغداد بعد البحث والاتصال بالحسابات يلا دروا اسم ثاني شبيه. الضغط بال 2009 رئيس حرفيين اقدم، فقال لي بالادارية قال قدم علينا شكوى، قلت له اخوي ما قدم عليكم شكوى في البداية، حولني دوام جزئي بعدين صدر الامر بال 2009 يقول تم تعديل درجتك بال 2005. خلاني مسكن من 2009 لغاية 2012 على راتب 270. سووا لي سحبية بال 2012 قابل انت المفروض اذا انت رئيس حرفيين المفروض ايش قد راتبك؟ استاذ بس راتبي الاسمي اذا خدمت 16 سنه 374 بس الاسمي. الكل الاجمالي اقرانك ايش قد ياخذون اللي بخدمتك؟ ياخذون بال 550 كامل. كامل زين. الوزاره دائرتك تدعي انه اكو تشابه اسماء تشابه اسماء استاذ، هذاك اسمه صلاح نادي صالح وانا اسمي صلاح نادي صالح، هذاك رافعين اسمه انا ما رافعين اسمي، فهو عندهم خطا اداري، فمن قال لي قدم عليه شكوى قلت خطيه ما قدمت عليهم شكوى، فبهدلونا بهدله. يعني هسه اكو راتب اعداديه يسوي لك سحبيه تجي ابتدائي يصير 550، اكو ورا سنه ونص ينزلونك الى مين حرفي، فمن اشتكيت عليهم عند الوزير طارق الخيدان فكتب بامكان الممولي لجوء القضاء والشهاده اللي تم عزها بموجبها لم يستفد منها ماديا. فاستاذ من رحت للقضاء خذيت المحامي قال لي بس اسكت احنا حتى رواتبك نرجعها. فبعد محامي وانا خالف
قال انا خمس اشهر اول ما نادوا بالجلسه ترجع، يعني اول جلسه اللي حضرتها قال اول ما نادوا باسمك لا جاوب. ورا خمس اشهر خليت المحامي الثاني. قال لي بس اسكت احنا حتى لو ترجع اخر شيء القرار شو يقول؟ لم يجب على تظلمه وان اجراءات الوزاره مع الداره اجراءات صحيحه، ابو الوزاره يقول لك لم يستفد منها ماديا وبشركه الفاو وليت بتحديد قيمه المبالغ. والتناقض بين الوزاره وقرار المحكمه وشركه الفاو. فانا ساصل الضحيه للنصب والاحتيال. القضاء الاداري ايش قال لك؟ يقول لم يجب على تظلمه وان اجراءات الوزاره مع الداره اجراءات صحيحه. ابو الوزاره يقول لك لم يستفد منها ماديا وبشركه الفاو وليت بتحديد قيمه المبالغ. تناقض بالقرار. استاذ انا الاوليات عندك المقاطع الفيديو وبنا اوليات وتحاسب على انت دارتك وين بابا؟ دارتك بيا مكان؟ دارتي بغداد بالتاجي. زين ايش قد تاخذ راتب لحد الان؟ استاذ معزول من الوظيفه هاي صار لي 3 سنوات. زين ليش معزول من الوظيفه؟ هم استاذ علمود هاي شو اسمه يقول لك قام بالتزوير والتلاعب وش اسمه هم نصب احتياله وش اسمه علمود يثقون على خطاهم الاداري بهدلون يدمرون. انت يدعون مزور شهاده الاعداديه؟ نعم استاذ. انت عندك بابا عندك شهاده الاعداديه؟ لا استاذ انا عندي ابتدائيه، انا متعين على ابتدائيه بال 2005 من كانت ما قابل شو اسمه حطيت مشاري مال اعداد من عندي كتاب صحه صدور، كتاب صحه صدور الاصلي عنده موجود لا تعدى الراتب ولا هاي وضل راتبي 100 الف من 2009 لغايه 2000 من 2003 لغايه 2009 ابني ميتة. ابني اخي اخي انت الان بدائرتك شهادتك اعداديه ولا ابتدائيه؟ لا ابتدائيه استاذ. لا دي شهاده شو مزور؟ بس دقيقه انت شو مزور؟ استاذ هم يدعون ان اعطيتهم انا صحيح اعطيتهم شهاده بال 2005 فرادوا من عند كتاب على اساس يسوون راتب 200 قلت لهم شطيتهم شهاده بال 2005 شطيتهم شهاده اعطيتهم مالتي الاعداديه. وانت منين لك اعداديه؟ يعني استاذ انا هي انا ابتدائيه بس على مود يسوون راتب 200 يعني زورت استاذ اعطيتهم اياه بس دقيقه يا ابني يعني انت زورت شهاده استاذي اعطيتهم اياه بال 2005 فرفضوها يعني ما شدوها ولا تعذبت ولا هاي فضرات لحد 2009 100 الف بال 2008 في الشهر السابع يعني انت انت ما انتفعت من التزوير ما انتفعت من التزوير استاذ ما اعطوني هي استاذ راتب بضل من 2003 لغايه 2009 100 الف بال 2008 في الشهر السابع مقابل الاستاذ عمار يالا شمل 100 حافظ اللي هو حاليا مدير عام. زين لا شلون انت ابتدائيه صرت رئيس حرفيين؟ استاذ ما هو عندكم خطا اداره بال 2009 قلت لك استاذ انا رئيس حرفيين افضل بال 2009 هم اصلا استاذ ما يدرون اكو واحد اسم ثاني شبيه يعني بال 2009 انا اللي احكي لك وياه يعني الضابط بال 2009 رئيس حرفيين اقدم فشلون رادوا يخطون اذا يخطون على خطاهم فسدروا الامر بال 2009 يقول سمت عدي درستك بال 2005 استاذ احنا عشرات ما عندك تسلم رواتب ماشي 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 المدير العام يقول تم تعديل درجه بال 2004 واضح واضح ابو الاداري يقول ابو الاداري يقول بال 2005 اخي اخي واضح ابو القانونيه سحب اليد استاذ بس مرخصه ابو القانونيه سحب اليد 2011 شكرا لك شكرا 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 صلاح هسه انت مزور شهاده وانه بتشابه اسماء